حنين ب 18 فبروري ندوة إلكترونية جديدة بعنوان أنا اليوم أستاذ مهند طبعا من الأردن ينضم إلي كالعادة. سأرحب بك أستاذ مهند، لكن اليوم أنا وضعت مثل عنوان على هذه الندوة وهي الذهب الذي ينتظر، أظن أنه ينتظر أسبوع حاسم لاتجاهه الصاعد أو ربما يعكس هذا، ولكنني أظن أنه أسبوع حاسم. طبعا من الأردن ينضم إليك كبير المحللين أستاذ مهند. صباح الخير أستاذ مهند. صباح النور استاذ، صباحك استاذ ريم، ويسعد صباح جميع الموجودين معنا بهاي الندوه الالكترونيه. طبعا زي ما تفضلتي عندنا كثير من الامور المهمه اللي احنا بنحب نحكي فيها من خلال هاي الندوه، واللي اهمها الذهب كيف ستكون حركته خلال الفتره القادمه. وايضا لا ننسى لفت انتباهي جدا تصريحات لترامب بخصوص الاتفاق التجاري، حيث اعلن ترامب انه لغايه الان لم نتوصل الى اتفاق تجاري وان اسعار الاسهم وصلت لمستويات قياسيه. كل تلك الامور رح نبحثها، رح نبحث فيها ونتكلم عنها من خلال هذا الويبينار الصباح ان شاء الله. مؤشر الدولار الذي هبط بعض الشيء، طبعا مؤشر الدولار الذي يقيس العمله الامريكيه امام سله من العملات الرئيسيه قد هبط بعض الشيء، ولكنه لا يزال عن مستويات مرتفعه 97 نقطه تقريبا فاصل 37 نهايه الاسبوع الماضي، مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك نهار الجمعة في الولايات المتحدة الذي يقيس طبعا بقياس ميشيغان أو جامعة ميشيغان، وكان إيجابي ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، ولكن يعني كان هناك ترامب وتصريحاته الذي أشار إلى طبعا المحادثات الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين هي التي أيضا تأتي بدفعة إيجابية، ولكن إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب الخلاف على تمويل الجدار طبعا العازل مع الحدود المكسيكية هو ما أدى إلى الارتداد السلبي لمؤشر الدولار. أستاذ مهند، كيف ترى تحركاته مطلع هذا الأسبوع؟ طبعا الدولار في جلسة أو في بداية تداولات الأسبوع الماضي حقق ارتفاعات جيدة ووصلت نسبة الأرباح إلى حوالي 75%، ولكن مع البيانات والمؤشرات الضعيفة رح نتكلم هلا عنها بشوي بتفاصيل، بلشت يقلص أرباحه الدولار، واكتفى الأسبوع الماضي بتحقيق أرباح بلغت 0.3%، فبالتالي هو فقط جزء كبير من المكاسب اللي حققها. هذا التراجع في الأرباح في المكاسب جعل الدولار يغلق دون المستويات اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي اللي هي 97، وهي التي تشكل أهمية كبيرة جدا في مسار حركة الدولار الأسبوع بشكل عام. طبعا الدولار عانى من تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% على أساس شهري، وكذلك تراجعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 1.8%. هذا الشيء يعني خلى وزارة التجارة أنها تخفض توقعاتها بالنسبة للنمو إلى أقل من 2%، على اعتبار أن مبيعات التجزئة تشكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي. لا ننسى أن التضخم جاء عند نفس القراءة السابقة عند 2.2%، والتي تعتبر الأدنى منذ صيف عام 2017. تلك العوامل دفعت أنه الدولار يتراجع ليغلق الأسبوع الماضي دون المستويات 97، فلذلك هذا الشيء قابله ارتفاع في الذهب، زي ما نحكي عن الذهب بعد شوي، وارتفاع في باقي العملات الأخرى، فلذلك نقدر نعتبر الدولار حاليا يحوم ويتداول في تداولاته بالقرب عند 97، والتي تعتبر مهمة جدا في مسار حركة الدولار خلال الفترة القادمة. نعم أستاذ مهند، يعني اليوم ربما قد نشهد بعض الحركات الطفيفة في أسواق الأسهم والتي أيضا قد تؤثر على الدولار بسبب الإغلاق في الولايات المتحدة بمناسبة عيد الرؤساء أو البريزيدنشال داي، يعني أسواق الأسهم والمعادن تغلق عند 8 مساء، أما الفوركت يعني تغلق العادة عند 10 مساء، لكن ربما قد يكون هناك تداولات بطيئة أو طفيفة بعض الشيء. نعم صحيح أستاذ ريم،
ممكن نشوف تداولات أو تحركات بطيئة خلال جلسة اليوم بسبب هذه العطلة، واللي معظم الأسواق يعني وخاصة المؤشرات الأسهم المعادن كلها راح تغلق بحدود الساعة 8، فهذا الشيء راح يخلينا نتوقع نشوف تحركات بطيئة على السوق بشكل عام اليوم. ننتقل لنتكلم عن اليورو استاذ مهند، الذي يرتفع بعض الشيء في الاسيويه لكنه سجل ادنى مستوياته الاسبوع الماضي عند 112 تقريبا، وصل الى 112.30 ولكنه عاد وارتفع. هناك تباطؤ في المنطقه الاوروبيه والنمو من خلال قراءه الارقام الاقتصاديه، لكنه ربما عاد وانتعش في الجلسة الأوروبية اليوم والآسيوية على خلفية تراجع الدولار. يعني هذا minutes of meeting للبنك المركزي الأوروبي منتصف هذا الأسبوع، نتوقع أن تعطينا إشارات على تداولات اليورو، أيضا ننتظر مؤشر أسعار المستهلكين نهاية الأسبوع، ولكن يعني البيانات الأبرز ليست مهمة جدا على اليورو، ربما قد يتأثر أكثر بتداولات الدولار. هل تظن بأن هناك مسار ثابت بالرسم البياني؟ هل تظن بأن هذه التداولات قد تخترق هذا المسار الهابط اليوم وخلال هذا الأسبوع؟ طبعا استاذ ريم، ابدا من حيث انتهيت، انه النمو في المنطقه الاوروبيه بلغ 1.2% على اساس سنوي مقارنه مع 1.6% مقارنه مع الربع الثالث، فبنلاحظ في تراجع في معدلات النمو، وبالتالي طبعا هذا التراجع نتيجة انكماش اقتصاد ألمانيا والذي يعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية، وأصلا الاقتصاد الإيطالي هو يعني يتجه بتسارع نحو مرحلة الركود. فالمؤشرات هي سلبية، واضح جدا كيف عم نشوف تراجع في معدلات النمو، وهذا الشيء طبعا اللي عم بيخلي اليورو يتحرك في ترند هابط زي ما احنا شايفين. طبعا في جميع تقاريرنا السابقة ولغاية الآن عم نذكر أهمية كبيرة للمستويات اللي هي 1.1290 وكذلك 260 كمستويات دعم، وبالفعل حققها اليورو وتداول بفترة بسيطة تحت مستويات 2260، فهاي المستويات تشكل دعم جدا مهم. اليوم طبعا حاول اليورو يخترق المستويات 310 ولكن لم يستمر بشكل طويل فوق تلك المستويات، وعاد للتداول دونها الآن ويقترب، بل أصبحت تداولاته تتم حاليا بالقرب من الدعم 290. يعني اليورو ما زال ضعيف، ما زال يسيطر عليه الاتجاه الهابط. لكي نقول ان اليورو تعافى نوعا ما او دخل في الزخم الايجابي، لابد من اختراق والاغلاق فوق مستويات 310 و340 على التوالي لحتى نقول ان اليورو بدا يستعيد نغمه الزخم الايجابي. دون ذلك لا نتوقع اي ايجابيه، بل نتوقع الاستمرار في المسار الهابط، وربما نشاهد كسر لمستويات الدعم 290 و260 على التوالي. نهاية الأسبوع هناك حديث لماريو دراجي قد يعني يكون أيضا مؤثر على اليورو. نهار الجمعة عادة التداولات تكون هيك مشوشة بعض الشيء مع إغلاق الأسواق نهاية النهار. يعني إحنا شوف أستاذ ريم عشان نرتاح ونبتعد. يعني احنا عشان نرتاح في تعاملاتنا في تداولاتنا، دائما نصيحتنا انه follow the trend، يعني تحرك وتصرف بناء على اتجاه الاسعار بغض النظر عن اي معطيات اخرى قد نسمعها او سمعناها. اتجاه اليورو اتجاه هابط على المدى القصير الى المدى المتوسط، اي نعم هو افقي ضمن المديات الطويلة زي ما احنا شايفين، ولكن لدينا هو قليل جدا من مستويات دعوم جدا مهمة، فلذلك أنا لن أفترض أي إيجابية تجاه اليورو طالما هو مستمر بالتداول تحت المستويات 340. أستاذ مهند، يعني تعقيبا على كلامك، الباوند حاليا في اتجاه عام هابط، ولكن يعني لدي بعض المستثمرين يقولون أنهم يقومون بعملية بيع على الباوند ولكنه يرتفع،
مع البيانات السلبية ببريطانيا وأيضا الترند الهابط بسبب ضبابية بريكزيت، لكن هناك هذا التداول الأفقي الذي هو لا يزال ترند هابط. بين أن نفرق وأن نميز ما بين الاتجاه العام وبين الموجات التصحيحية. ما في شيء في عالم أسواق المال اتجاه واحد، الأسعار لا تهبط بشكل متتالي وبشكل سريع، لا، تكون على شكل موجات، وهذا اللي يسمى التحليل الموجي، اللي إن شاء الله إحنا ممكن بالفترات القادمة نعطيه جزء وحيز كبير من تحليلاتنا. فلذلك أي ارتفاع في المسار الهابط هو يعتبر ارتفاع تصحيحي، موجة تصحيحية فقط لا أكثر ولا أقل، وعلينا أن نميز ما بين الموجات التصحيحية وبين الاتجاه العام. على سبيل المثال اليورو أمامنا هو عبارة عن مسار هابط على الرغم من حدوث بعض الموجات التصحيحية كل فترة والتالية. حلقة تعليمية عن هذا بي جدا لجميع المشاهدين والمتابعين. إن شاء الله إن شاء الله، بركي خلال الفترة القادمة إن شاء الله نوعدهم بهذا. ننتقل لنتكلم عن الذهب الذي يعني حاليا التوترات في المشهد السياسي الأمريكي بعد إعلان عن الفرض يعني الطوارئ في يعني في المشهد الوطني في الولايات المتحدة قد يدعم الذهب في الارتفاع. ربما السيناريو الأول والاتجاه الصاعد المستقبل قد يتبنى الفيدرالي منهج حذر وصبرا في رفع أسعار الفائدة، وهذا أيضا يدعم الذهب في الارتفاع. لكن السيناريو المعاكس هو بيانات إيجابية في الولايات المتحدة، رفع فائدة، انخفاض للذهب. أيهما من المشاهد تظن أنها أكثر يعني عرضة لتقلبات الذهب في الآونة المقبلة؟ تفضل. طبعا الذهب في تقاريرنا اليومية الأسبوع الماضي كنا نتوقع ونرشح وصول الأسعار للمستويات اللي هي 1326، والتي بالفعل يعني تقريبا حققها اليوم، حيث سجل المستويات 1325.1 أو .2، يعني كان قريب جدا من المستويات 1326. بشكل عام عم نلاحظ أن الذهب عم مستمر في اتجاهه الصاعد، عم نلاحظ نقاط الارتدادات المتتالية محافظا على الاتجاه الصاعد الذهب. طبعا ما هي نقطة المقاومة المهمة حاليا للذهب والتي تجعلنا متفائلين بالحركة القادمة؟ اللي هي المستويات طبعا 1326. هاي المستويات لازم الذهب يخترقها حتى يقدر يواصل ويستهدف مستويات أعلى خلال الفترة القادمة. بدون اختراق 1326 أو عدم القدرة على تجاوز تلك المستويات هو مؤشر سلبي ومؤشر خطر نحذر منه، في حال زي ما حكينا انه الذهب ما راح يكون قادر على تجاوز المستويات 1326. فنوصف الحركه انه الذهب حاليا ما بين مقاومه عند 1326 وما بين دعم الاتجاه الصاعد، واللي راح يكون دعم بالقرب من 1305 تقريبا. حدث عدم اليقين السياسيه في الولايات المتحده، هل تظن بانه مرشح لهذا الارتفاع؟ طبعا أستاذ ريم إحنا ما بنقدر نقول إنه الدولار ضعيف حاليا، الدولار هو تقريبا مستقر عند مستويات 97، هي مستويات مهمة. اليوم على سبيل المثال لو يرجع يستقر فوق 97، لا، الدولار معناته قوي، أوكي؟ فإحنا ما بنقدر نحكي عن الدولار ضعيف لطالما هو لا يتحرك من اتجاه هابط، فقط من يتحرك اتجاه هابط هو يعتبر ضعيف. وبنفس الوقت الذهب ايضا يتحرك في اتجاه صاعد، ولكن لديه تجربه مهمه مع مستويات المقاومه 1326. فهذا الشيء اللي احنا بنراقبه خلال الفتره القادمه، هل الذهب سيكون قادرا على تجاوز 1326 او انها ستشكل مقاومه جدا مهمه تعيد الاسعار الى التراجع. كذلك الامر استاذ مهند، الداو جونز يعني لديه ارتفاعات، اسواق الاسهم بشكل عام وجدت دعم من مؤشرات التفاؤل حيال المباحثات التجاريه التي تعقد بين الفتره والاخرى ما بين الولايات المتحده والصين. كان في عندنا اجتماعات الاسبوع الماضي ورح يكون عندنا اجتماعات خلال هذا الاسبوع. هاي الاجتماعات عم منتج عنها مؤشرات تفاؤل زي ما احنا عم نسمع،
وعن قرب توصل لاتفاق. هاي المؤشرات اعطت دفعه واعطت زخم جيد لاسواق الاسهم لتحقيق ارتفاعات متتاليه، وهذا الشيء شفناه على الداون جونز اللي كان واحد من هاي المؤشرات اللي حقق ارتفاعات جيده الاسبوع الماضي، وعلى ما اعتقد بنسبه 2.5%. بشكل عام الداون جونز ما زال يتحرك في اتجاه صاعد زي ما احنا شايفين على الشاشه قدامنا، اتجاه صاعد واضح جدا، ولكن هذا الاتجاه الصاعد لديه منطقه دعم، يعني انصح بمراقبتها وانصح بتسجيل هذه الارقام للاهميه، منطقه الدعم ما بين ال 25250 وال 25450. بنفس الوقت لدينا منطقه مقاومه واضحه جدا محصوره بين 26100 و 26350، وخاصه انه هذه المنطقه تشكل مستويات قمم سابقه زي ما احنا عم نشوف على الشارت المرفق. فلذلك طبعا تفاجأنا بنهايه الاسبوع بتصريح لترامب كان عم بيقول فيه انه المفاوضات لا تقترب من التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين، يعني فاجأنا بهذا التصريح، وفاجأنا ايضا بكلامه بانه سوق الاسهم تقترب من مستويات قياسيه. لا ادري ان كان هو يمدح او ينبه او يحذر من مستويات الاسعار عندما قال انه الاسعار تقترب من مستويات قياسيه، هل هو فرحا بذلك او هل هو يحذر من الاسعار؟ صعب نقدر يعني نحلل تماما ماذا يقصد بهذا الكلام، ولكن لو ربطنا هذا الكلام بكلامه بانه المفاوضات لا تقترب من اتفاق تجاري، لا ممكن يكون في تنبيه، ممكن يكون في حذر بهذه اللهجه. على العموم بشكل عام بغض النظر عن هذه التفاصيل جميعها، الداون جونز يتحرك باتجاه صاعد مع توقع ان تشكل المستويات 26100 و 26350 منطقة مقاومة جدا مهمة. أستاذ مهند، الأسبوع كان لدينا ليس فقط مؤشر ثقة المستهلك، أيضا التصنيع في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة جاء مرتفع، يعني أكثر من 4 نقاط ارتفاع عن الشهر السابق. هذا دفع أيضا قطاع، يعني الداو جونز هو مؤشر لقطاع الصناعي، قد يكون أيضا ساهم في الدفع لمؤشر الداو جونز، هذا القراءة الاقتصادية لمؤشر التصنيع في الولايات المتحدة. نتكلم على انه المؤشرات في الولايات المتحده منها ايجابي ومنها سلبي، لا تعطي اتجاه واضح، ولكن في هيك حاله احنا شو بنعمل كمحللين؟ نراقب سلوك الاسعار ونراقب الاتجاه العام للاسعار. الاتجاه العام زي ما احنا شايفين على الشارت المرفق ما زال ضمن اتجاه صاعد لغايه الان. استاذ مهند، في الاجنده الاقتصاديه هذا الاسبوع اليوم كما اشرنا بان الاسواق الأسهم سوف تغلق مبكرا يعني عند 8:00، غدا ننتظر بيانات على البريطاني كمعدل البطالة التي نتوقع أن تأتي دون تغيير، أما معدل الدخل عادة هذا هو مرتفع بتأثيره على الباوند، أتوقع أن يأتي بعض الشيء إيجابي. نهار الأربعاء ننتظر على اليورو ثقة المستهلك وأسعار المنتجين في ألمانيا التي أيضا قد تؤثر على التضخم والتي نتوقع أن تأتي بعض الشيء إيجابية. أيضا الأربعاء ننتظر في الولايات المتحدة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو المينتس أوف ميتينج لاجتماع الـ FOMC، هذا أيضا نهاية النهار عند 9:00 مساء، ربما من يعني بعض الأعضاء في البنك المركزي قد يكون له تأثير مباشر على الدولار نهاية تداولات نهار الأربعاء. الخميس ننتظر نشرة البنك المركزي الأوروبي عن السياسة النقدية، وطبعا نهار الخميس عند الظهر مع افتتاح الأسواق أو بعد افتتاح الأسواق الأوروبية. حدا ننتظر المخزونات ومبيعات المنازل وطلبات السلع المعمرة التي هي يعني الديورابل جودز التي هي لها تأثير عادة على الاقتصاد في الولايات المتحدة والتي نتوقع أن تأتي إيجابية. أما نهار الجمعة ننتظر الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا أكبر اقتصاد وأيضا في المنطقة الأوروبية حيث تأتي ببعض التراجع، مؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية أيضا نتوقع أن تأتي دون تغيير. أما في أيضا نهار الجمعة ننتظر خطاب لماريو دراجي في البنك المركزي في أوروبا، يعني نهاية يعني افتتاح الأسواق الأمريكية عند 5:30،
وايضا ننتظر الفد مونيتري بوليسي ريبورت، ليس بعد يعني هي تقرير السياسه النقديه من الفيدرالي، لكن الوقت ليس محدد بعد متى سيتم اصدارها نهار الجمعه. ايضا على الكندي هناك مبيعات التجزئه، نتوقع ان تاتي بعض الشباب قراءه احسن من القراءه السابقه. يعني هذه هي الاجنده الاقتصاديه باختصار استاذ مهند، واهم الاحداث طبعا نبقي على تواصل كل يوم مع اجنده اقتصاديه يوميه، وطبعا نعطي اهم الاحداث، وطبعا نقرا الارقام السابقه في اليوم الاسبق. هذا مرفق مع التحليل الفني من حضرتك استاذ مهند. يعني ما رايك بهذه البيانات، وما رايك بوجهه تحركات الاسعار والاسواق خلال هذا الاسبوع؟ يعني سواء البيانات السابقة أو البيانات اللاحقة واللي ممكن نشوف هذا الأسبوع، عم نشوف في تضارب في الأرقام، عم نشوف مؤشرات يعني لا تتحرك في اتجاه واحد، مرة نسمع مؤشرات إيجابية ومرة نسمع مؤشرات سلبية. فلذلك علينا نصيحتي المهمة اللي بحب أنصح فيها الناس في هيك الحالات، إنه يجب أن نربط المعلومة أو الخبر بسلوك الأسعار. يعني لا نكتفي بالخبر لوحده سواء كان إيجابي أو سلبي، ولكن علينا أن نربط ذلك المؤشر أو تلك المعلومة مع سلوك الأسعار على الشارت عشان نقدر نوصل لقرار واضح سواء عند البيع أو عند الشراء. شكرا لهذه النصيحة الجوهرية أستاذ مهند. طبعا أنا أدعو جميع المشاهدين الدين معنا، في حال كان لديهم أي استفسار أو أي سؤال عن أي عملة أو مؤشر أو معدن، يعني يرسلون على ويبنر TFI Financial. وطبعا كل اثنين نحن بنفس الوقت الساعة 10 نقدم ملخص أسبوعي عن الأسبوع الماضي وأبرز الأحداث التي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع. يعني سوف أيضا أتبع هذا الويبنار بالتسجيل وسأرسله للجميع، يعني لكي يترقبوا تحركات الأسواق فنيا واقتصاديا. أستاذ مهند عريقات من الأردن، طبعا أشكرك دائما على هذه الإضافة الرائعة والتحاليل، يعني أنا شخصيا تفيدني وأيضا تفيد المستثمرين. أستاذ مهند شكرا جزيلا لانضمامك، ونلقاك بإذن الله الأسبوع القادم. شكرا ريم، ويعطيك ألف عافية، ونشكر السادة المتابعين اللي كانوا معنا، ألف شكر للجميع، يعطيك العافية.